السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من مساق مقدمة في قواعد البيانات. في هذا الدرس سنتناول الفصل الثاني مقدمة لنظم إدارة قواعد البيانات. فلنبدأ على بركة الله. هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات Database Management System Architecture. ينقسم نظم إدارة قواعد البيانات إلى قسمين. القسم الأول يسمى النظام المركزي، والقسم الثاني يسمى نظام الخادم والعميل، بالإنجليزي يسمى Centralized System، والآخر يسمى Client Server. في حالة النظام المركزي تتواجد جميع وظائف قواعد البيانات والنظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم وغيرها من البرامج في نظام مركزي واحد، كأنه جهاز واحد مش مفصلين عن بعض. الداتابيز والداتابيز مانجمنت سيستم والابليكيشن كلهم موجودين على نفس الجهاز. أما بالنسبة للكلاينت سيرفر يكون عادة عبارة عن حاسب شخصي توجد عليه النظم التطبيقية، وعلى جهاز السيرفر تكون موجودة قاعدة البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات بالتفصيل. وفيه يحتوي العميل يكون عبارة عن عادة عن جهاز شخصي، النظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم، بينما يقوم الخادم بوظائف قواعد البيانات. وفي بعض النظم الحديثة قد يقوم العميل ببعض وظائف قواعد البيانات، يعني ممكن انه احنا يكون عندنا في الكلاينت في بعض البرامج او التولز كيس تول بتتيح لي ان اتعامل مع قواعد البيانات وادارتها من خلال الكلاينت. نظم او نماذج البيانات داتا موديل. موديل هو عبارة عن concepts، مفاهيم معينة، مجموعة من المفاهيم والأفكار تستخدم لوصف بناء البيانات. المقصود ببناء البيانات هو تحديد نوع البيانات والعلاقة ما بينهما والقيود المفروضة عليها، يعني الداتا والريليشن والكونستريت. يمكن أن يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات الأساسية زي في الأوبجيكت أورينتد، زي كيف نظام مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات اللي هو البيهيفير على البيانات، أو الوظائف اللي بدنا نعملها على البيانات، يعني نرسم كيف بدنا نعمل عملية لوجن، كيف نعمل عملية طلب، إضافة، حذف، تعديل. هذا بتم وصفه على داخل الموديل. وأيضا مكان تخزين البيانات ممكن نوضعه على الموديل، وهذا في مساق لوحده في مساق تحليل النظم. بدرس الطالب كيف يرسم اللي هو اللوجيكال دياجرام والفيزيكال دياجرام. في نظم البيانات الشيئية اللي هي الأوبجيكت أورينتد يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من العمليات زي ما حكينا توي، التي يعرفها المستخدم على البيانات. تصنيفات نماذج البيانات، يعني النماذج نرجع ونقول هو عبارة عن مفاهيم لرسم اللي هو البيانات وقاعدة البيانات. في كثير من النماذج موجودة ويمكن أن تصنف حسب نوع بناء البيانات إلى ثلاثة نماذج. النموذج الأول بسموه هاي ليفل، مستوى عالي. طبعا كلمة هاي يعني بيكون المستوى هذا قريب من لغة الإنسان، قريب من فهم البشر يعني، وهو قريب جدا من كيفية إدراك المستخدم للبيانات. ويستخدم هذا النوع الأفكار التالية اللي هو بيكون عندي عبارة عن entities و attributes و relations، كيانات وصفات وعلاقات. الكيان وهو تمثيل حقيقي، كيان حقيقي يتم التعامل معه مثل الطالب والمقرر والمشروع والمساق، الطبيب. هذا يعني في كل مؤسسة يعني بنوصف الكيانات اللي موجودة فيها.
طبعا كلمة كيان احنا حنتطرق لها قدام، ولكن مفهوم كيان هو أي شيء بدنا نخزن بيانات عنه. طب كيف نخزن البيانات هذه؟ البيانات هذه بتكون على شكل صفات. يعني كيان الطالب فيه صفة، صفة الطالب من اسمه، رقم الجوال، اسم اللقب، العنوان، البيانات الخاصة اللي احنا بنحب او نحتاج تخزينها في قاعدة البيانات عن الكيان هذا. طبعا هناك علاقات اللي هي ما بين الكيانات ذات نفسها، هنتطرق إلها لما نوصل اللي هو الـ Entity Relationship Model. هذا اللي هو النظام بسموه High Level، مثال عليه الـ ER Diagram. في Low Level، Low Level اللي هو بيكونش قريب من لغة الإنسان ولا استدراك المستخدم، ولكن يستخدمه المتخصصون في الحاسبات، وهو يقوم بوصف كيفية تمثيل البيانات داخل الحاسوب. يهتم هذا النموذج بكيفية تمثيل البيانات وكذلك التعامل معها داخل الحاسبات بطريقة ذات كفاءة عالية. كيف نخزنهم وايش الاستراكشر تبعهم؟ تصنيف نماذج البيانات، في عندي حاجة بسموها الريبريزنتيشن موديل او الامبلمنتيشن داتا تايب. هو الموديل هذا هو متوسط بين الهاي ليفل واللو ليفل، بالمستوى العالي والمستوى الادنى. يحتوي على المبادئ الذي يفهمها المستخدم كما في النموذج الاول، ولكن يمكن ان يحتوي على بعض التفاصيل الخاصه ببناء البيانات وكيفيه التعامل معها بكفاءه مثل النموذج الثاني. يعني في بيانات زياده، يعني هو ما بين الاول والثاني. يستخدم هذا النموذج في معظم نظم اداره قواعد البيانات الموجوده. يحتوي هذا النموذج على نماذج البيانات الأكثر استخداما، وهو النموذج إيش؟ العلائقي. إذا أول مصطلح مر علينا الآن نموذج العلائقي، هنتكلم عنه لاحقا. وأيضا النماذج القديمة مثل النموذج الشبكي والنموذج الهرمي. طبعا إحنا أثناء المحاضرات السابقة شرحنا ما هو النموذج الشبكي وما هو النموذج الهرمي وما هو النموذج العلائقي، وبينا كل مفهوم منهم وصفات كل واحد ومميزاته بيش يتميز عن النماذج الثانية. احنا الآن نهتم بالنموذج العلائق. في عندي مصطلح اسمه سكيما أو مخطط قواعد البيانات. يستخدم المخطط عند تصميم قواعد البيانات. هذا المخطط لا يتوقع تغييره بشكل تكراري، ما بتغيرش. يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم، مخطط قواعد بيانات اللي موجودة عندنا. يوضح هذا المخطط بعض الأشياء مثل أسماء السجلات وأسماء الحقول، وقد لا تظهر فيه نوع البيانات. إذا إحنا لما بنقول تظهرش تفاصيل بنحكي عن كلمة جديدة اللي هي الأبستراكت، يعني مختصر، أو العلاقات بين هذه البيانات. يسمى هذا المخطط intention. هذا المخطط يتم تخزين وصفه داخل قواعد البيانات، وهذا ما يعرف باسم الميتا داتا. نرجع ونذكر مع بعض الميتا داتا مين بيستخدمها. الميتا داتا هي داتا اباوت داتا، يعني معلومات بيانات عن البيانات، بيستخدمها الداتا بيز مانجمنت سيستم للوصول الى البيانات والتعامل معها. احنا هان عندنا مثال لمخطط بيانات جامعه. في عند الطالب، هي بيانات الطالب اللي هي بسموها، هذه بسموها اتريبيوت اللي هي مين؟ الصفات، اسم الطالب، رقم الطالب، الفصل، التخصص، هنا المقرر. هذا الطالب بسموه entity، كيان. الكيان له صفات اللي هي attribute، وهذا entity تاني اللي هو المقرر. عندنا المتطلب، عندنا الشعبة، أيضا عندنا كشف الدرجات. كشف الدرجات كيف بيجي؟ عن طريق علاقات ما بين الentity هذه. احنا في الآخر حنوصل نهاية المساق هذا، حنوصل إن نعمل السكيمة هذه، مخطط البيانات اللي موجودة بشكل صحيح وفي صفات اللي هي المميزات اللي بتتيحها نظم قواعد البيانات. طبعا كل قاعدة بيانات عند البداية لها حالة، الحالة بسموها instance. الستيت إلها أو الانستنس، البيانات المتواجد داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى حالة قواعد البيانات.
أو الوضع الحالي. طبعا هنا الوضع الحالي اللي هو أول شيء بتكون قاعدة البيانات فارغة، ولكن بتتعدل عند إضافة بيانات إلها، وتسمى حالة التعديل هذه وإضافة البيانات بمصطلح التمدد extension للداتا. يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة، ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة. إيش العمليات اللي إحنا ممكن نجريها على أي قاعدة بيانات؟ إضافة، حذف، تعديل، بالإضافة إلى عملية البحث. تمام؟ لأن التعديل يتضمن البحث. هيكلية نظم قواعد البيانات، وهذا مهم جدا. طبعا تم اقتراح هيكل لنظم قواعد البيانات يحتوي على 3 مستويات من المخططات، لذلك وذلك لدعم الخواص التي يجب تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات والتي تم مناقشتها سابقا. وهذه المستويات عندنا المستوى الداخلي، طبعا كلمة مستوى داخلي اللي هو لو، وهذا يحتوي على المخطط الداخلي الذي يقوم بوصف التخزين الفعلي، يعني بنتكلم مع لغة بيانات. هذا المخطط الداخلي يتم وصفه باستخدام النموذج الآتي اللي هو الفيزيكال داتا موديل. طبعا الانترنال بسموه فيزيكال داتا موديل، فيزيكال يعني فيزيائي، فيزيائي يمكن لمسه، يعني موجود داخل الحاسوب. في عندي الكونسبتشوال ليفل اللي هو المستوى المفاهيمي، يحتوي على وصف بناء البيانات في قواعد البيانات. تقوم باخفاء، هذا يقوم باخفاء التفاصيل الخاصه بالبناء الفعلي للبيانات اللي هو الانترنال، ما فيش فيه بيانات فعليه. تقوم بوصف الكيانات، نوع البيانات، العلاقات، القيود، وكذلك العمليات التي يعرفها المستخدم. يمكن استخدام الكونسبتشوال داتا موديل والريبريزنتيشن داتا موديل في بناء هذا المستوى. الريبريزنتيشن اللي احنا تكلمنا عنه اللي كان فيه الانتيتي ريليشن شيب موديل او النظام البيانات العلائقي. تمام. المستوى الثالث اللي هو الاكسترنال ليفل او المستوى الخارجي، ده عندنا المستوى الداخلي، المستوى المتوسط اللي هو الكونسبت المفاهيمي، والمستوى اللي هو الاكسترنال ليفل. يحتوي على مجموعه من الاشكال التي يعرفها المستخدم، سهل انه يتعامل معها المستخدم لانه اكسترنال يعني هاي ليفل. تقدم لكل مجموعة من المستخدمين شكل معين للبيانات، وعبارة عن جزء معين من قواعد البيانات هؤلاء المستخدمين لهم اهتمام به. يعني يمكن أيضا استخدام الكونسبتشوال داتا في بناء هذا المستوى لأنه مستوى عالي. طبعا احنا نشوف الشكل هذا كيف بوضح كونسبتشوال، في عندي انترنال وفي عندي اكسترنال. الكونسبتشوال المفاهيمي في الوسط، الداخلي قريب من البيانات ومن كيف تخزن، الخارجي اللي بتعامل معاه المستخدمين من خلال الواجهات الموجودة عندنا. هذه 3 مستويات. طيب الهدف منه انه نعمل استقلالية بين كل مستوى ومستوى. نكمل اللي هو الملاحظات على كل مستوى. تعتبر طريقة مناسبة وأداة سهلة للمستخدم ليفهم ويتخيل مستويات مخطط البيانات داخل نظم قواعد البيانات. طبعا كل مستوى له مخصص لناس معينة يعملوا فيه. معظم نظم إدارة قواعد البيانات لا تفصل تماما بين الـ3 مستويات، يعني هو ظاهريا عمليا ما بتفصلش بينهم، لكن ظاهريا احنا كمبرمجين قواعد بيانات او مطورين نظم قواعد بيانات بنحب نفصل بينهم. تقوم نظم إدارة قواعد البيانات بتحويل المخططات بين المستويات الـ3 وتحويل البيانات بين هذه المستويات، بيعملوا عملية ايه؟ مابينج، تحويل. في كلمة مابينج معناها تحويل. التحويل بين المخططات يعتبر عملية مستهلكة للوقت، وذلك فإن بعض نظم إدارة قواعد لا تدعم المستوى الثالث. يعني ما فيش فيه مستوى ثالث إنك تشوف البيانات كيف بتطلع في الاكسترنال ليفل، كيف بتطلع للمستخدم الواجهات. معظم نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي على المستوى الثالث. داخل المستوى الثاني بدمجوهم الاثنين مع بعض، الكونسبتشوال والاكسترنال. بعض نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي على التفاصيل الفعلية الفيزيكال ليفل داخل المستوى الثاني. طبعا هذه معلومات عامة، يعني احنا بنهتم بس نعرف ليش فصلوا الـ3 مستويات هذه. المهم انه نعرف انه هي بنعمل عملية مابينج ما بينهم عشان بنوضح كيف البيانات بتكون موجودة داخل نظم قواعد البيانات. الهدف من المستويات الـ3
اللي هو كلمة استقلالية البيانات Data Independence. إيش يعني استقلالية البيانات؟ استقلالية البيانات هو القدرة أو المقدرة على تغيير مخطط البيانات في مستوى معين بدون تغييره في مستوى آخر. فمثلا عند تغيير المخطط في مستوى معين الذي يتغير هو طريق تحويل بين المستويات، يعني أي تغيير في مستوى الانترنال الفيزيائي ما بيأثرش على المستوى الكونسبتشوال أو بيأثرش على المستوى الاكسترنال. في عندي نوعين من الاستقلالية للبيانات، النوع الأول الاستقلال المنطقي والنوع الثاني الاستقلال الفعلي أو الفيزيائي. نبدأ بالاستقلال المنطقي. الاستقلال المنطقي هو القدرة على تغيير مخطط المستوى الثاني دون الحاجة للتغيير في المستوى اللي فوقه. يعني انت لما بتحكي باسم logical فاحنا بنحكي conceptual، اذا القدرة على التغيير في conceptual level المستوى المفاهيمي دون التغيير على المستوى اللي هو الاكسترنال اللي موجود الهاي ليفل. وهذا يعني انه بنغير في مخطط البيانات بدون التغيير في البرامج التطبيقية اللي عند الاند يوزر اللي عند المستخدمين. يكون التغيير في المستوى الثاني لكي تستوعب قواعد البيانات التغييرية التغييرات التي قد تحدث في المخطط نتيجة لزيادة أو حذف عناصر بيانات. التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها، أما باقي التطبيق ما بتغيرش. النوع الثاني بسموه الفيزيكال اندبندنس أو الاستقلال الفعلي، هو المقدرة على تغيير مخطط في المستوى الانترنال الأول بدون التغيير في المستوى الثاني اللي هو الكونسبتشوال. يعني أي تغيير في نظام الملفات من أجل تحسين وتغيير الأداء بيغيرش على المستوى المفاهيمي تبع البيانات أو بيأثرش على مستوى مين التطبيقات اللي بيستخدمها المستخدم. طبعا هذا الكلام كله عثبت انه احنا ناخد المستويات الثلاثة اللي احنا عملناها ومخدنا الموديل ونقدر نبنيه ونقدر نطبقه داخل Database Management System، نحتاج الى لغات او ادوات. اول لغة بسموها لغة تعريف البيانات DDL. دي من داتا، والدي الثانية Definition تعريف، ال Language اللي بيستخدمها الناس اللي بيبنوا أو بينشئوا قاعدة البيانات. مين الناس اللي بتنشئ قاعدة البيانات؟ اللي هو Database Management Database Administrator وكذلك Database Designer. وهذا الكلام اللي هو اللغة إلها حاجة بسموها DDL Compiler. الكومبايلر اللي هو مترجم للغة هذه وإنتاج برامج يتم تنفيذها لتقوم بإنتاج مخططات البيانات وتخزينها داخل فهرس البيانات اللي هو الميتا داتا اللي هو إحنا سميناه الآن داتا. لانه لما بده يجي الداتابيس مانجمنت سيستم يتعامل مع الداتابيس بده كتالوج يعرف وين البيانات هذه وكيف القيود اللي عليها وايش كيف ارتباطها مع بعض منطقيا، فبيحتاج الى كتالوج. والكتالوج هذا هو عباره عن الميتا داتا. في لغه تعريف اشكال البيانات اللي بيستخدمها الاكسترنال ليفل، شكل البيانات اذا ما بنحكي عن برامج تطبيقيه، تستخدم في بعض نظم اداره قواعد بيانات اللي هو التي تستخدم هيكل قواعد البيانات الثلاثي بطريقة حقيقية، وذلك تعريف مخطط البيانات في المستوى الثالث. في عندي لغة بسموها DML لغة التعامل مع البيانات اللي هو أو لغة معالجة البيانات، اللي هي من خلالها اللي بنقدر نقوم بعملية إضافة وحذف واسترجاع وتعديل للبيانات الفعلية اللي موجودة داخل قاعدة البيانات. في لغات أخرى بسموها VDL View Data Language، كيف نعرض البيانات، هذه برضو تستخدم في المستوى بدل من View إذن عرض إذن تستخدم في المستوى الخارجي. كل هذه اللغات اجتمعت في لغة اسمها لغة الاستعلام المركبة أو لغة الاستعلام الهيكلية SQL، وهي لغة إحنا حنتعلمها في العمل بشكل مفصل، وتستخدم مع نموذج البيانات العلائقي، وتحتوي على الثلاثة لغات هذه، ويمكن كتابة لغة SQL داخل لغة عالية المستوى
زي اي لغه زي باسكال وسي وسي بلس بلس والجافا، مع وجود بري كومبايلر هو بيقدر يعمل كومبايل لمين للاس كيو ال وارسالها الى نظم اداره قواعد بيانات تقدر ايش تستخدمها ترجع لنا بالبيانات اللي احنا محتاجينها. من اهم الخدمات اللي بتقدمها اللي هي نظم اداره قواعد البيانات حي يسموها باك اب، وهي عمليه انشاء نسخه احتياطيه للبيانات بهدف ايش؟ تامين البيانات من الاعطال، اي عطل في قاعده البيانات فالداتابيز مانجمنت سيستم بيعمل باك اب للبيانات هذه وبرجع لك اياها للحظه اللي قبل العطل. نظم تنظيم الملفات هي عمليه اعاده تنظيم الملفات على اسطوانات تخزين بهدف تحسين الاداء، اللي هو عمليه الفهرسه لها. في حاجه بسموها performance monitoring، لو انت عملت برنامج قاعده بيانات لازم يكون عندك real time transaction وتكون البيانات والعمليات سريعه جدا على قاعده البيانات، فبنحتاج نقيس البرفورمانس لاي استعلام موجود ونرفع كفاءته. ففي عندنا في نظم اداره قواعد البيانات اللي هو حاجه بسموها performance monitoring. طبعا اضافه الى السكيورتي اللي احنا حكينا عنه اللي هو الامان، كيف انت تقدر تامن قاعده البيانات عن طريق الداتابيز مانجمنت سيستم. تصنيف قواعد البيانات، بتصنف قواعد البيانات حسب عده معايير. المعيار الاول نموذج البيانات، احنا حكينا انه في عندنا ثلاث نماذج، نموذج الشبكي بتكون البيانات على شكل شبكه، وهرمي اللي هي بتكون على شكل شجرة، وعلائقي اللي هي بتكون على شكل جداول وبينهم علاقه، وشيئي بتكون على شكل اوبجكت وبينهم برضو علاقه وانهيرتنس بشكل معين. ايضا في عندنا على حسب عدد المستخدمين، ممكن يكون عندي مستخدم واحد واكثر من مستخدم، وهذا الكلام قلناه انه مثلا انا استخدم قواعد بيانات لما بتكون عندنا مستخدم واحد. بالنسبة لعدد أماكن التشغيل، قواعد البيانات تنقسم لثلاث أقسام. قسم سموه المركزي، إنه بتكون عندي سينجل تير، إنه كل البرامج وإدارة قواعد البيانات وقواعد البيانات والواجهات على جهاز واحد. الخادم والعميل، إنه بيبقى عندي البرامج التطبيقية على جهاز كلاينت، والداتابيز مانجمنت سيستم والداتابيز على كلاينت على جهاز سيرفر. موزعه هذه بتختلف، انه احنا ممكن نحط على الكلاينت اللي هو الابلكيشن، وممكن نعمل سيرفر للداتابيز مانجمنت سيستم والداتابيز تبقى على سيرفر ثاني، او ممكن تبقى الداتابيز موجه على اكثر من سيرفر. هذا اللي هو موضوعنا للفصل الثاني، اتمنى انه تكون معلومات وصلت بشكل بسيط وسلس، وأشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.